الرياضيات. وما أدراك ما الرياضيات. مين الحمار ابن الكلبة اللي اخترع رياضيات أو إشي اسمه ماث؟ كيف أصلا كيف تخترع؟ اللي علينا نتعلمه كيف نزيد ونطرح. أي شيء غير هيك هاد صار تخلف. إيش اللي افتح قوس 500400 زائد 4 فوق 5 في القوس عن أبوك؟ المشكلة مش هون، المشكلة لما تيجي تمتحن وتقرأ أول سؤال: أحمد اشترى 5 تفاحات فكم وزن الشمس؟ ريت يوقع الشمس على وجهك يا أحمد يا ابن الكلبة. بالعقل بالعقل بالعقل، هاد بيسحقني في حياتي هاد. وهاد مش كتاب، هاد كتاب أخوي الصغير. هاد ايش حيتعب البنات؟ ايش حيفيدونا هدول؟ ايش حيفيدوا أمي؟ ايش حيفيدوا أمي؟ كاشير، الكاشير اللي هو الكاشير اللي هو كل يومه تي 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 بيحسبه بطرح، ما بيستعمل على الخرا. لا تسوقوا على أمي تخلف وجنان. بس الرياضيات في لسه الفيزياء اللي هو تخلف أكتر، اللي هو بس ماث. الرياضيات على أخرى، بتعرف الرياضيات بس على أخرى. كان نيوتن جالسا تحت شجرة، فالشجرة أسقطت تفاحة على دماغ أمه، وريتها كان قاعد فيل مش تفاحة، يلعن أبوك. نيوتن يا حيوان يا ابن الكلبة، وقعت على راسك تفاحة، يا أخي كلها. يا أخي اعملها بعسل وأرجل. يا أخي اعمل خرم مشكل يا زلمة، حل عنا. لا، كيف ياكلها؟ لماذا سقطت التفاحة؟ لأنه أمك ساقطة. يا ساقط يا كلب يا حيوان، بس بدك تبلش جيل قدام يا كلب يا وهذا بس الحيوان نيوتن. في بيثاغورس باء يساوي ألف ألف. أمك تكفل، لا أرن صباحك يا زلمة، فكوا عنا يا أخي. روحوا سووا قال لك رياضيات وتخلف، بس يجي تحل في الامتحان بقول لك حل المشكلة. لا أنا عارف أحل مشاكلي يا زلمة، أنا عارف أفضل نفسي عشان أفضل أمك، فك عني يا أخي. إذا ألف يساوي باء أجد سين، أجد سنك بعد ما أشمطك بوكس. ألعن أبوك والله، ألعن أبوك يا كلب.